انا هتجنن يا ابراهيم هتجنن. لا ما هو باين عليك. طب ايه الحل؟ ايه الحل يا ابراهيم؟ طلقها. اطلقها ازاي بس؟ بالتلاتة. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت بتحبها؟ انا؟ لا ابدا. انا بس حاسس انه كرامتي ضاعت. اول واحدة بتصعص عليا. ليه يا ابراهيم؟ ليه بتعمل فيا كده يا ابراهيم؟ انت اللي غلطان. قصدك ايه؟ قصدي لازم تبقى جامد متوحش حنش. يعني ايه؟ لا مؤاخذة. قول يا اخي. اضربها علقة. علقة؟ سخنة. انت عاوز تخرب بيتي؟ طوعني؟ دي هتنبسط. اضربها ازاي كده من باب للطاق؟ لا يا سيدي اتلكك، ما تعرفش تتلكك؟ خش مثلا قول لها مساء الخير، هي طبعا هترد عليك وتقول لك مساء النور. تروح ملفوت لها كده تقول لها وكمان بتقولي لي مساء النور؟ طرخ! ايه؟ ألم!